السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تطبيق كاميرا رائعه تمتاز. هذا التطبيق تمتاز بتحديد الوقت والتاريخ والموقع وخارطه توضح مكان التقاط الصوره والاحداثيات. طبعا التطبيق جدا رهيب، يعني مثلا اذا انت مثلا انت تصور اي صوره او فيديو او صوره، فيجيب لك تاريخ، يحط لك تاريخ في الفيديو والصوره، يجيب لك خريطه في المكان اللي انت صورت، وتقدر تكتب المكان اللي انت صورت فيها. فالتطبيق جدا خرافي، وراح بستعرض لكم. فقبل ما استعرض لكم رابط التطبيق بتحصله في وصف الفيديو. طريقة التحميل جدا سهل، كل ما عليك ان تدخل على رابط اسفل الفيديو في الوصف. بعد ما تدخل على رابط بيوديك الى صفحات اعلانية، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع التحميل، وتحمل وتثبت التطبيق بالطريقة العادية. ناس ما تشوفون هذا هو التطبيق. الحين نفتح التطبيق حتى اشرح لكم. التطبيق جدا خرافي، هذا واجهة التطبيق. ناس ما تشوفون اذا تصور افقي او تصور عمودي او افقي، ناس يشوفون الرقم التاريخ، ناس يشوفون التاريخ بيظهر، والوقت ناس يشوفون محدث، يعني التاريخ والوقت. اوكي، يعني الساعة 9 الصباح التاريخ. الحين تقدر تضيف عليها المكان اللي انت وين تصور، تقدر تضيف عليها مثلا المكان اللي صورت فيها، او تقدر تضيف عليها خلفيه. بالضغط على هذا الخيار، ناس بتشوفون هذا الخيار، اوكي، اضغط على هذا الخيار هنا بيعطيك عده خيارات. ناس بتشوفون في اول خيار هنا تختار اللون، لون الخط. اوكي، انا اخترت اللون الاحمر. اوكي، الخيار الثاني تحدد حجم الخط. اوكي، الخيار الثالث تحدد الخط، نوع الخط. اوكي، انا ما غير شيء، اني باقي الخيارات انت اكتشفها، بس انا بشرح لك الخيارات المهمه. بالضغط على هذا الخيار، فعل هذا الخيار، هذا الخيار يجيب لك خريطه على الشاشه. خريطه يعني يحط لك لما تصور فيديو او صوره، فيجي يحط لك خريطه، خريطة يعني المكان اللي انت صورت فيه، لما المدينة او المنطقة او المكان اللي صورت فيه، يجيب لك خريطة. هنا في الخيار هذا تفعيل بوصلة وتفعيل خيار انت اكتشفها. الحين هنا مثلا تكتب مثلا انت صورت وين تصور، مثلا في البيت، في البيت. بعد ما تضيف مكان اللي انت صور النص، ناس يشوفون النص. اوكي، تضيف نص هنا. اوكي، مثلا انا الحين في البيت، في البيت مثلا. بعد ما تضبط هذا الاعداد اضغط على اوكي. اوكي اوكي اوكي، خلاص الحين الناس بيشوفون، بيظهر لي الناس بيشوفون، بيظهر لي يعني في البيت، الناس بيشوفون بس اتصور، يعني فتحت الكاميرا التصوير اصور في البيت. هنا يعني الناس بيشوفون بيعطيك خريطه يعني في هذا الخيار. اوكي، خريطه. بس تصور مثلا، تصور صوره او تصور افقي، الناس بيشوفون تصور. فخلاص الحين نروح مثلا للصوره، نروح للاستديو للمعرض الصور. الحين نفتح الصوره، ناس بيشوفون هذا هو الصوره. اوكي، هذا الافقي، هذا العمودي اللي صورنا عمودي. اوكي، ناس بيشوفون عندك خريطه هنا، تقدر تكبر الخريطه تشوف يعني تذكار مكان، المكان اللي صورت فيها. ناس بيشوفون المكان اللي صورت فيها، ناس بيشوفون خريطه يعني هذا مكانك، عند هذا المكان اللي اسم المكان اللي صورت فيها. اوكي، عندك هنا ناس بتشوفون الوقت والمكان للتصوير في البيت مثلا. اوكي، انت انا كتبت في البيت، تقدر تغير مثلا بريطانيا، صورت في فرنسا، ويعطيك التاريخ اللي التقت فيها الصوره والوقت اللي التقت فيها الصوره. التطبيق جدا خرافي يا شباب، يعني انصحك بتحميل هذا التطبيق وتثبيته على جهازك، حتى يعني لما تصور صوره فيديو او صوره يجيب لك التاريخ والوقت والمكان والتاريخ وخريطة المكان اللي صورت فيه. تطبيق جدا خرافي يا شباب، انصحك بتحميل هذا حتى تسوي التذكار، ما تنسى المكان اللي صورت فيها. وبس، يعني تطبيق جدا خارق، يعني في اعدادات، ناس يشوفون بالضغط على هذا الخيار عندك اعدادات كثيرة انت اكتشفها، يعني جدا رهيب. تطبيق جدا يعني يمتاز بمميزات جدا رهيبة، ما فيها في اي تطبيق، ما تحصله في اي تطبيق اخر. وبس، اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.